بمساهمة إيفيرتك، SBS Informatique, l'Université Centrale, البريد التونسي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من ستوديو تيك، ليميسيون اللي تخليكم كونكتي مع الاكتواليتي نوميريك. هيت نبداو بالفيديو دلا سمان. رينا مؤخرا فيديو دور على فيسبوك، اختراع ينجم يقضي على معاناة ملايين العباد من الخصاصة والجوع والمرض، وخاصة في إفريقيا السوداء. اختراع هو بمثابة دار توفر الماء الصالح للشرب والضوء والإنترنت، أي كل مقومات الحياة الأساسية للناس اللي تعيش في أماكن نائية. الاختراع هذا يمكن من تصفية أي نوع من المياه إلى مياه صالحة للشرب ويخدم بالطاقة الشمسية. وأباغ هذا الكل، فإن الجهاز هذا في أن بوان داكسي وي في يمكن من استعمال الإنترنت. أطلقت رسمياً شركة نينتندو لعبة سوبر ماريو ران رسمياً على الأندرويد نهار الأربعاء 24 مارس، أي قبل بنهار مدات اللي كان مقرر الكشف عليها. سوبر ماريو ران تنجم تنستليها غراتويتمون، أما أبارتيغ من التخوازيام نيفو يلزمك تخلص 10 دولار باش تنجم تكمل اللعبة. أطلقت شركة جوجل نهار 22 مارس اون فيرسيون دي سي للأندرويد الجديد متاحة، واللي منتظر تطلقه في مؤتمر جوجل إيو. من أهم مميزات الأندرويد أو تنقص من ليزابليكاسيون أون أغيغ بلون، الشيء اللي ينقص من الكونسوماسيون متاع الشارج، يعني الباتري تشد أكثر. تنجم زادة تتحكم في البيرو متاعك، تكبر وإلا تصغر في ليزيكول. عندك زادة لو كونترول توتال دي نوتيفيكاسيون اللي عندك، لو بيك مود واللي يعطي الفرصة أنك تحل دو زابليكاسيون مع بعضهم في نفس الوقت. Par exemple, تتفرج في فيديو وانت كونكتي سور ميسنجر. ميزة أخرى للأندرويد أو هو أنه يسهل لي كونكسيون وي سون بيزوا دانترنت. أطلق موقع تويتر بعد الميزاجور الأخيرة مجموعة من المميزات الجديدة، واللي تسهل على الشركات والمستعملين أنهم يلانسيو دي فيديو أون ديريكت. وسولون سيت بزنس إنسايدر، فإنه بإمكان أي شخص بث لقطات فيديو أون ديريكت باستخدام الأبليكاسيون تويتر على لي سمارت فون، بعد ما كانت في الماضي الأوبسيون هذه ماهيش ديسبونيبل كان للشركات وبعد ما يتم إجراء صفقة. وبعد الميزاجور هذه، فإنه نفهموا أنه تويتر قاعد يخرج على المعتاد اللي بدا بيه من الأول، والهدف من دخول هذا هو مواكبة التقدم اللي قاعد يصير، وخاصة منافسة فيسبوك. شركة جوجل على ميزاجور جديدة في الابليكاسيون متاعها جوجل ماب جديد. الميزاجور هذه تمكنك انك تبارتاجي اللوكاليزاسيون متاعك مع اصحابك، وتنجم زادة تعرف قديش المدة اللي باش تقعد تستناها باش تقابل صاحبك اللي تستنى فيه. الاستعمال متاع الميزاجور هذه وسولون جوجل ساهل برشا، ما عليك انك تنزل على البوتون بلو اللي حدد المكان اللي انت فيه، وبعد تبارتاجيها مع الشخص اللي تحب عليه. وقالت شركة جوجل اللي الميزاجور هذه باش تكون بروشينمون ديسبونيبل على الاندرويد والاي او اس. ديما مع جوجل، أما المرة هذه على الصعيد المحلي، فإنه أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي في بلاغ نهار 23 مارس عن إطلاق خدمة جوجل ستريت فيو. وأفاد البلاغ زادة أنه الخدمة هذه باش تقوم بتغطية 15 مدينة تونسية، وتمكن من تصفح الصور الخاصة بالمدن هذه بأنجل دو 360 دوغري وبطريقة HD. وبالإعلان هذا، فإنه باش تكون تونس البلد الأول في شمال إفريقيا اللي تتمتع بالخدمة هذه. هذا وقالت الوزارة أنه إطلاق الخدمة هذه هو في إطار خطة تونس الرقمية 2020. كنا حكينا في الحلقة اللي فاتت على الابليكاسيون الجديدة متاع البريد التونسي ديجي كاش. الابليكاسيون هذه باش تكون الأولى من نوعها في تونس، والغاية منها هي تسهيل العمليات المالية وإحداث قنوات جديدة للمبادلات المالية. في إطار تعسير خدمات البريد وتوفير المزيد من الحلول التقنية لحرفائه للقيام بعمليات الدفع والشراء عن بعد، قام البريد التونسي يوم 20 مارس تزامنا مع ذكرى الاستقلال بإصدار خدمة جديدة ديجي كاش. باش تنجم تستعمل ديجي كاش، لازمك تليشارجي الابليكاسيون من جوجل بلاي، ولازم عندك كارت اودينار كونيكسيون وسمارت فون. عملية إيداع الفلوس كالآتي: تعمل ليزون للكارت اودينار بالابليكاسيون، تمشي روشارج اللي تلقاه في ليست دي زوبسيون، تختار اودينار فير ديجي كاش، تحط المبلغ اللي تحب تجوتيه للوالت نتاعك وتختار كونفيرمي. توفير الخدمة هذه، البريد التونسي يسعى لتقديم حل
لتوفير بديل لاستعمال العملات الورقية والفلوس والصرف في المعاملات اليومية، لأنه ديجي كاش باش تمكن من القضاء على استعمال الفلوس. واحد يطلع في التاكسي الكورسة متاعه تجي 4000، العملية العادية هي أنه يجبد المحفظة متاعه يخرج 4000 ويعطيهم للتاكسيس، لكن تصوروا كان الحريف والتاكسيس ما عندهمش صرف. الحل هنا في المحفظة الافتراضية ديجي كاش، يحل الحريف الابليكاسيون متاعه ويحل التاكسيس نفس الابليكاسيون من سمارت فون متاعه، يحط الكليون المبلغ اللي باش يخلصه، ولهنا في الاكزامبل متاعنا 4000 ويخلص التاكسيس. أما كيفاش ينجم يبعث من شخص لشخص آخر من غير ما يعرفوا بعضهم؟ الطريقة الأولى هي أنه المستلم في حالتنا هذه وهو تاكسيس يحل الابليكاسيون متاعو، يمشي غوسوفوار، يحط المبلغ المطلوب وينزل سوا بريزونت، ولهنا باش يخرج المعرف الوحيد للمحفظة متاعو على الكيو ار كود، ويجي الحريف ويعمل سكان للكود، الترانزاكسيون اوتوماتيكمون تتعرف ويخرج الحريف أنه مطالب بدفع 4000، وقتها معليه كان يوافق باش تتم العملية. على كل ترانزاكسيون فما تيفيا 2%، معناها كان تبع دينار تتنحى 2% وتوصل 980 مليم، نجم تبعث من 100 مليم ل 100 دينار باغ اوبيراسيون، والمبلغ الاقصى اللي تنجم تحطه حتى لتوا هو 500 دينار. ديجي كاش اليوم في الديماراج باش يكون عنده سقف 500 دينار، السقف هذا سيتم الترفيع فيه مع اضافه خدمات جديده ومع انتشار استعمال الخدمه هذه من المواطن. ديجي كاش باش تكون ياسر براتيك في المستقبل في برشا مواقف في الحياه اليوميه، نرجع عليها في الحلقه الجايه وين باش نزيدو نفسرو كيفاش تبعث فلوس والا تقبلها من عند شخص تعرفه. في أندروماغ اليوم باش نحكيو على 3 أبليكاسيون دو تيب أوتي، والتيست متاعنا المرة هذي باش يكون على إيفر ميراكل إس 2 اللي يتميز برشا حاجات على بقية التليفونات اللي في الجام متاعو. أبار الديزاين والإكران 5 بوس اتش دي والرام والميموار، نلقاو في الإس 2 دي جيست انتليجون ياسر مزيانين ويميزوه عن بقية التليفونات. أول أوبسيون فيه هي لو مود سيكوريزي. لوبسيون هذي تمكن من انك تليميت لاكسيل تليفونك اللي تعطيه الواحد باغ اكزومبل باش يتكلم بيه، ووقتها ما عادش عنده لاكسي للي زابيل للي ميساج والجالوري. لوبسيون الثانيه في الاس 2 هي لو كريبتاج دي زيماج، وبها تنجم تخبي تصاور واللي فيديو وانت الوحيد اللي عندك لاكسي ليه، وكي تحب تراهم معليك كان تحرك سويبعك في زوز اتجاهات كيما نراو في الفيديو. حاجة أخرى في الميراكل S2 هي أنه أباغ البرفورمانس متاع الكاميرا متاعو، نلقاو فيها 3 مود جدد. الأول وهو بيك نوت، واللي يعمل روديمونسيون أوتوماتيك للتصويرة بعد ما تصورها. المود هذا تخيزوتيل وقت اللي باش تصور باغ إكزامبل دي كارت فيزيت. المود الثاني هو سمارت سكان، المود هذا يسكاني لي كيو آر كود ويهزك ديريكتومون للسيت أوفيسيال متاع البرودوي اللي قدامنا. المود الثالث هو الجيف، واللي مكن من أنك تعمل الجيف متاعك من غير ما تقعد تيليشارجي في أبليكاسيون مستور. حاجة أخرى تلقاها في الميراكل S2 وهي لي جيست انتيليجون، وهي عبارة على راكورسي وقت اللي يبدا ليكرون طافي. باغ اكزومبل كي باش تحل الموسيقى وقت اللي يبدا التليفون فيرويي، جوست ترسم حرف ام على ليكرون واوتوماتيكمون يتحل الميوزك بلاير. سيتي ماب باش تكون ياسر اوتيل للعباد اللي تسافر برشا، خاصة الناس اللي تعمل على الجي بي اس، اما ساعات عندها مشكلة في الكونيكسيون، كو سوسوا تقص ويوفى 3G والا 4G والا ما فماش ان بوان داكسي. سيتي ماب تمكنك من انك تشوف اي ماب من غير ما تكون كونيكتي. حاجة اخرى، تنجم اذا عجبتك بلاصة وتحب كي ترجع تعاود تمشي لها، اما خايف تنسى كيفاش تمشي، معليك كان تسجلها على الماب متاعك. ديما مع ليزابليكاسيون اوتي، هذاك علاش اخترنا البريسيز فوليوم. Généralement, le volume في كل تليفون يوصل لل 15 دوغري ماكسيموم. أما grâce à précise volume, نجم توصل الفوليوم نتاعك حتى ل 100 دوغري في لي نيفو الكل، موسيقى، الارم وسونوري. بالابليكاسيون هذه تنجم تسجل الريتم اللي تحب عليه. باغ اكزومبل كي تحط كاسك والا ايكوتور، اوتوماتيكمون الصوت يخرج في النيفو اللي انت تحب عليه وديجا سجلته انت قبل. واذا كانت نحي ليكوتور فانه كل شيء باسكولي للنيفو اللي انت مسجله على البارامتر هذا. نايت او تمكن مستعملها من انه ينقص من لوميير نتاع ليكرون دي نيفو اقل بياسر من الريجلاج الموجود في التليفون. بالابليكاسيون هذه تنجم تنقص برشا متعب اللي يعملوا ليكرون للعين سورتو في الليل. اكثر من هكا، نايت اول تنحي لوميير بلو الموجوده في ليكرون واللي تعتبر سبب لو لاجهاد العين. واذا كان ليكرون تاعك اموليد الوغ لا تنجم تستحفظ على الشارج في التليفون لمده اكبر. تنجم زاده تبرمج الابليكاسيون وقتاش تحبها تخدم ووقتاش تقفل. بعد الفاصل باش نشوفو الفيراري 812 في الاوتوتيك. كوفي تراك مع فيرس مفدي اتيديون لونيفرسيتي سنترال، لو ستارت اب جوبي في لو روبورتاج، وبيان سور لاكتواليتي دي جو اي مانغا مع دراكو.
Je m'appelle Tim. J'avais les meilleurs parents du monde. La vie était parfaite. Jusqu'à ce jour horrible. Tim, regarde qui est là. On te présente. Ah oui, le film, retournez le jour où il y a Baby Boss. Qui es-tu? Pour faire simple, je suis le boss. هو فيلم كوميدي 3D بازي على قصة The Baby Boss للكاتبة مارلا فرادزي اللي خرج في 2010. Je mettrai pas le costume de Mara. Mais si tu vas le mettre. Pourquoi t'es dans la lumière? Maman, papa, le bébé part. La guerre est déclarée. قصة الفيلم تحكي على طفل صغير اسمه توم عمره 7 سنين غير من خوه البيبي واللي هو بطل الفيلم. يكتشف توم بعد مدة اللي فما مؤامرة سرية قاعدة تدور على البيبيات ومنهم خوه واللي المؤامرة هذه تنجم تهدد استقرار العائلة متاعه وبقية العائلات. البيبي الصغير باش يقوم بدور ليسبيون ومهمته يوقف المؤامرة والوحيد اللي نجم يعاونه هو توم. بيبي بوس باش يكون ديسبونيبل ابارتير دو 29 مارس. اوكي. Prends ça dans le chouchou. سكارلت جونسون ترجع بعد آخر ظهور لها في فيلم كابتن أمريكا سيفل وور وديما في نفس الجانغ متاع الأفلام اللي تجمع بين لكسيون ولكسيون في غوست إن ذا شيل. أحداث الفيلم تدور في المستقبل لوماجور وسكارلت جونسون شخصية فريدة من نوعها تم إنقاذها من حادث كبير في الماضي وولات عندها دي بوفوار ياسر قويين الشيء اللي مكنها من محاربة أقوى المجرمين. نهار تلقى روحها في مواجهة تهديد جديد يمكن من البيغاتاج وكونترول دي زيسبري وهي الوحيدة القادرة على مواجهته. وقتها تكتشف انه تم الكذب عليها وانه ما قاموش في الماضي بانقاذها وانما سرقتها. وغادي وين تبدا القصة. Ghost in the Shell هو ادابتاسيون للمانجا يحمل نفس الاسم خرج عام 1980. آخر فيلم في حلقة اليوم A True Story مستوحى من قصة دارت أحداثها في 1947. سوريست خاما أن جون روا في بوتسوانا معه روث ويليامز إن لندنيين عمرها 24 سنة يقعوا في حب بعضهم لكن كل شيء كان ضد أنهم يكونوا مع بعضهم. الاختلافات كانت كبيرة على مستوى العائلات وللواز أنجليز لكن سوريست وروث قروا أنهم يتحدوا كل شيء. I love this land. وفي الاخر قصة الحب متاعهم كان لها تأثير كبير في العالم وولدت برشا حاجات في بلدانهم الزوز وتحكي عليها برشا وحتى تضرب بها المثل. For us. United Kingdom يخرج نهار 29 مارس. Our own fate. It is time. قبل كالندريي دي سورتي نحب نذكركم اللي الجمعة الجاية باش تكون آخر حلقة في سيزون 7 متاع Sleepy Hollow وسيري The Walking Dead وGrim. وكل ما توفى سيري اكيد باش نلقاو حاجه جديده باش تخرج. سو اول شوال الجمعه هذه وسولون لا دات دو سورتي نلقاو سيري روبيل. روبيل واللي هو سورنون للبطله مراه تخدم في الشرطه من اللي دخلت تخدم كانت ديما تحترم القانون وقواعد خدمتها وتطمح انها تكون ديما متفوقه. بعد وفاه بوها اللي كان ضحيه الشرطه روبيل تفقد كل ثقتها في السلك اللي تخدم فيه وتتحول ديتكتيف باش تعرف شكون كان سبب في وفاه والدها. روبيل تهبط نهار 28 مارس. I am done protecting you. Hey. Hey. 13 Reasons Why قصة مأخوذة من كتاب يحمل نفس الاسم خرج عام 2007 للكاتب جاي أشر. قصة تمزج بين الدرام والإنيب. كلاي مراهق يلوج على حقيقة انتحار طفلة يعرفها باش يفهم علاش عملت هكاكا. في البداية يتلقى كلاي من عند الضحية هانا 13 كاسيت انغجيستخي قبل عملية الانتحار. في كل كاسيت هانا كانت تحكي على شخص معين موجود في حياتها وكل شخص منهم كان سبب في القرار اللي خذيته. قصة ياسر مزيانة أفواغ للمغرومين بالألغاز. 13 Reasons Why يهبط نهار 31 مارس. بعد 10 أيام قضتهم الفيراري 802 سوبر فاست على التابي في معرض السيارات جنيف 2017 لا نوفيل بومب إت أنفان ليبر وريناهم في أول فيديو لها في كومبينيزون بين بويسونس وديزاين وشفنا فيها برشا دريفت وبرشا أكسيليراسيون في لي ليني دوغوات. خاصية الـ 802 أنها من أحسن
أحسن وأقوى للترانسميسيون الموجودين في الوقت الحالي، الشيء اللي خليها توصل من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة في 9 ثواني وتوصل حتى ل 340 كيلومتر كسرعة قصوى. النجم نسمعه في الفيديو صوت من أحسن الأصوات للمغرمين بالسيارات، صوت الموتور V12 800 شوفو. الفيراري 812 سوبرفاست هي أوماج للسوبرفاست 500 اللي خرجت في نهاية الستينات. L'axe stratégique Lyon pour l'Université Centrale, c'est le développement de l'employabilité et l'accompagnement des jeunes promoteurs à la création de leur entreprise et le développement de l'entreprise. Mouchakao Lyon, au sein du pôle entreprise de l'Université Centrale, on a créé l'Académie exécutive, le produit Mtaha, le Wleni, c'est l'MBA. L'MBA est un produit موجود اليوم في العالم، موجود في دالينا، موجود في أوروبا، موجود في أمريكا، موجود زادا في تونس، mais aujourd'hui on n'a pas trouvé sur le marché tunisien et notamment sur le marché africain un produit local, un MBA qui regarde et qui se concentre sur les spécificités du pays, les spécificités du continent. Je vous présente le nouveau-né de Cappuccino, le Cappuccino Express, qui est le concept donc dans les food trucks, coffee trucks plus particulièrement. C'est un module qui va s'installer un peu partout en Tunisie, pour commencer. Autant dans les endroits tels que les universités, des endroits fermés que dans les rues, il peut être en plein air ou à l'intérieur d'un établissement. C'est un concept que je développe aussi en franchise pour faire bénéficier tout jeune, tout nouveau entrepreneur qui a envie de se lancer un peu dans ce rêve-là. Il pourra participer à ce rêve. Le chariot propose différents produits, autant des boissons chaudes, des boissons fraîches. J'ai eu l'idée de me développer plus, mais en même temps je cherchais comment me développer plus avec le moins d'investissement possible. On cab, on met chiver haja kbira. Qrit, mach ma qritch. Ana mazet naqs. Kifach bach njeri 200 ou 300 khadem sans une stratégie RH bien claire. Kifach bach n'amel mes études de rentabilité sur 50 100 unités. Il me fallait d'autres connaissances manata pour que je puisse faire bien les choses, être un bon manager et aussi un bon leader pour mon équipe de travail du Ryan. Donc vraiment, l'Université Centrale, elle a répondu à mes besoins pour le moment et j'en suis très satisfait. Ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est l'accompagnement des start-upers ou des jeunes promoteurs. On a plusieurs exemples aujourd'hui. Ferris Mofti en est un, le promoteur de Cappuccino, mais certainement il y en a d'autres. Et l'idée aujourd'hui, c'est comment on peut accompagner ces jeunes start-upers. Les compagnies et ils ont besoin d'acquérir des compétences pour pouvoir passer un palier, pour pouvoir aujourd'hui institutionnaliser leur entreprise, pour pouvoir aujourd'hui acquérir le marché national éventuellement, mais le marché international aussi. مؤسسات تواجه صعوبات في انها تلقى البروفيل ايديال في مجال الاي تي. اليوم الحاجه هذه لقد قدمها اون بلاتفورم اسمها jobi.in. jobi.in c'est une plateforme de recrutement en ligne qui facilite la vie des recruteurs et des chercheurs d'emploi. قاعدين نخدموا على السيز نتاع tout ce qui est une présentation مع للي الكليون نوريهم فونكسيوناليتي كاس كون اوفر يقولوا معناتها كاس كون اوفر نحكيو على دي باك دونك جوبي بور لو مومون اوفر دو باك ان باك بور لي ستارت اب اي ان باك بور لي غروند بوات
بالنسبة للريكروتور عندهم تابلو دو بور كتravers le tableau de bord ils peuvent gérer tout soit les offres d'emploi soit les candidatures. بالنسبة للعبيد اللي لاجوا على خدم sur jobby.tl نجموا يلاجوا facilement ou en quelques clics grâce au filtre avancé موجود في الباج d'accueil. زيد نجموا يلقاو les avis à les sociétés اللي في تونس. عندنا فونكسيوناليتي جديدة إن شاء الله بيانتو باش تكون ديسبونيبل سور jobby.tl اللي هي حاجة باش تطرح برشا وباش تساعد برشا لي كانديدا اللي هي الكرياسيون دان سي في سور jobby.tl. دونك فو بوفي ابسوليمون جواندر jobby.tl بور تروفي فوتر جوب بور تروفي ان بولو اللي قعدتو ياسر تستناو باش تلقاوه كيف كيف بور لي زونتربريز نيزيتي با انو روجواندر. هكاك نجمو نعاونوكم ونجمو نخدمو مع بعضنا إن شاء الله. يو واتساب تو الموند، مرحبا بكم الناس الكل. سي دراكور نتقابلوا اليوم في حلقه جديده من استوديو تيك، واليوم باش نحكيو كالعاده والعويد على جو فيديو جديد ولا على النيوز تاع جو فيديو في العالم. باش نحكيو على الجو دو لاني عام 2015 اللي حكينا عليه ديجا الحلقه اللي فاتت واللي اسمها The Witcher 3 Wild Hunt. Who's this? Brave warrior looks like. جو عملت بوز ياسر كبير. جرافيز الطيارة جيم بلاي كيف كيف ودوري الجو بتاعها يزمك أكثر من 200 ساعة بس كامل الجو. ينعم أكثر من 200 ساعة يعطيك بوكو البوسيبيليتي انك مش تعيش الاكسبرينس تاع الجيم بديفرنت فاصل. خرج وصرح السيو بتاع سيدي بروجيكت ريد اللي هما اللي ديفلوبر بتاع الجو وقال انو The Witcher 3 هي باش تكون آخر جو في الساقام تاع The Witcher. برشا عباد استاءوا من الحكاية هذي وقالوا كيفاش جو أوسي غانيون جو أوسي بوبولار وعمل ربح سورتو الجيم أوف ذا يير انكم باش تكملوه في الثيرد إديشن تاعو. Your Grace Vampires. لكن ديرنيرمون هبط ما يخالف ذلك بعد انو السيو تاع سيدي بروجيكت ريد اكونفيرمي انو باش تكون فما The Witcher 4. سمعنا عملوا الخبر اكسكلوزيف برشا من عند شركة Ubisoft شفتو في أكبر صالون دو جو فيديو في العالم الـ E3 قالت أنها باش تخترع نوع جديد متاع شو والنوع هذا جديد اسمه The Art of Battle أو بالأحرى فن القتال مود دو كومبا عمرنا ما ريناه قبل. برشا ما عجبتهمش الجو لكن برشا راهو ريفوليسيون في عالم الجديد. ليستواغ دو جو تتمثل أنه فما تخوا كلاس مختلفين قاعدين كلهم يتحاربوا على الحياة وعلى سيغتو السرفايفل. الكلاس هذوما هما النايتس السامورايز والفايكينغز. بيان سور من دول يعطيك شوا بأنا كلاس قاعد تلعب وكل واحدة عندها ستوري لاين نتاعها لكن بطريقة أو بأخرى ثلاثة مربوطين ببعض بيذكر كلهم قاعدين يتحارب ولا قاعدين يتعاركوا على ريزون واحد. وتوا نمشيو لعالم الأنمي. بعد ما طلبت منكم على جروب تويتر اللي يحبوا الانمي شنيا الانمي اللي تحبوا نحكيوا عليه، برشا قالوا ون بيس، برشا قالوا ناروتو، لكن ليتس بي اونست جايز، مرة هذي دراغون بول سوبر مفتق الدنيا، يعني بريوريتي انا نحكيوا عليه، شفنا بالحلقة اللي فاتت في التورنمنت اوف باور اللي سون جوكو تعارك كونتر تو، ولكن العركة بيناتهم ما وفاتش، وقت اللي تقصت الكومبا على خاطر اذا كان الزوز باش يكملوا في نفس النيفو نتاع الباور، انه فما بوسيبيليتي واحد منهم يقتل الاخر. このままではどちらかが死んでしまうやもしれません。وذا حسب الريغلومون اللي قالوا زينو سما ما لازم حتى واحد يموت. سيغتو بعد الجملة الشهيرة اللي قالها سون كوكو إذا كان تحب نوريك الترو باور نتاعي إذا كان جو ديباس ميلي بيت. أورا مو غينكاي توبا شتا سويتا. ميستيريو! لا سا مونتخ بوكو تشوز يا جماعة اللي ممكن سون كوكو تعدى النيفو نتاع سوبر سايجين جاد. قعدوا بالضبط اقل من 40 ساعه على التورنمنت اوف باور والريغلمون تاعو انه 10 مقاتلين من كل في اونيفير باش يتقابلوا في حلبه واحده. القوانين سهله برشا،
عندكش الحق تطير، ما عندكش الحق تقتل المنافس بتاعك. اللي هذا يخالف القانون، يخالف قانون لي سايان اون جينيرال. لو بوان فور برشا الناس الكل معترفه اللي سون جوكو هو اقوى واحد في اليونيفيرس، وبرشا عباد كيف كيف قالوا بيسكو سون جوكو موجود في الاكيب هذايا ما عندناش الخوف. نقول لكم صحيح، لكن كان تفكروش حاجه قالها ويس، اللي سون جوكو مش دوي برشا في الكولابوراسيون في الكومبا، يعني بالسنس برشا يتعارك وحده. ما غير ما زلنا نحط لكم الحلقات الجايه، لكن اللي نجم نقوله لكم اللي فما حاجة ياسر طيارة مش تصير ما بين سون جوكو وفيجيتا. ألو فوالا يا جماعة، إن شاء الله تكون عجبتكم الحلقة الثانية من ستوديو تيك. ما تنساوش تتابعوا النيوز الكل على باج غكوة جيمنج ولا باج فيزير بتاع التاسعة، ولا تنجموا تناقشوا لي تيوري هذا من الكل في أقوى جروب في تونس تاع أنيمي اللي اسمه توانسة اللي يحبوا الأنيمي. ألا بخوشين، باي باي. هكا توفى حلقة اليوم من ستوديو تيك، نتقابلوا لحد الجاي إن شاء الله مع 7:30 متاع الليل. باي باي وتصبح على خير. بمساهمة إيفيرتيك، إس بي إس انفورماتيك، L'Université centrale, le Béry de Tounsie.